وندعوهم للمشاركة في بناء الوطن الذي يتسع للجميع. أنا أعتبر بأن هذا القرار الحكيم لم يأتي من فراغ، فالرجل اكتسب خبرة واسعة وتجربة كبيرة ورجاحة عقل مكنته من اتخاذ مثل هذه القرارات الحكيمة الصائبة التي كان لها الأثر الكبير لدى أبناء شعبنا اليمني بأسره. فكيف تتوقع أن شخص يعيش في المنفى مشرد بعد حرب دامية استمرت عدة شهور يفاجأ بقرار كهذا؟ طبعا هذا القرار كان له الأثر الكبير ليس في نفسية هؤلاء ولكن في نفسية الكثير من المواطنين والكثير من الأسر التي تعرضت للشدات بسبب هذه الحرب. فهذا القرار هو قرار حكماء الرجال، أعتبره خطوة إيجابية عظيمة أحترمها ويحترمها الكثير من أبناء شعبنا اليمني، وكان لهذا القرار مردوداته السياسية والاجتماعية والاقتصادية معا. الحروب التي دارت في اليمن عديدة، منها حرب 72 مثلا، حرب 79، حرب 72 كنا معا متوافقين وكان هو في جبهة تعز، كنت أنا حينها في جبهة قعطبة. أما حرب 79 فكنت أنا في المعارضة وكان هو على رأس النظام هنا في صنعاء، لكنني أعتز بهذا الرجل وبالحنكة القيادية التي توفرت لديه وبالقدرات الكبيرة وبالجوانب الإنسانية العظيمة وأيضا باستشعاره بالمسؤولية الوطنية الكبيرة، سواء عن من يقاتل معه وفي صفه أو عن من يختلف معه. فمن المعروف عنه بأنه يحتفظ دائما بشعارة معاوية، أي بالتواصل مع من يختلف معه أو يعارضه في الرأي، ولا يقطع صلاته أو تواصله بأحد، ويعتبر الجميع كلهم من أبناء الوطن الواحد، ويستشعر بمسؤوليته إزاء الجميع. فلقد تصرف بحكمة أثناء حرب 79 وما عقبها من حالات توتر كانت موجودة في المناطق الوسطى وفي العديد من المناطق، واتبع وشجع على أسلوب الحوار كأساس لإنهاء هذه الصراعات السياسية التي دامت عدة سنوات. استطاع الأخ الرئيس علي عبد الله صالح تجاوز الكثير من المصاعب والتعقيدات والمشاكل الداخلية والخارجية والتناقضات وحقق الوحدة برغم الصعوبة التي كنا نحن نعيشها، وكنا نتابع كل خطوة يخطوها، وساهم الكثير من الإخوة في قيادة الشطر الجنوبي من الوطن حين ذاك في قيام هذا الحدث العظيم وهذا المنجز التاريخي الذي ناظر في سبيل تحقيقه أبناء اليمن وقدموا الكثير من التضحيات الجسام. هذه الوحدة الشيخ مجاهد بقدر اختزالها لكل العمل السياسي السابق، بقدر تحقيقها لليمن أكبر، لليمن أقوى، لكن أيضا جوانب إنسانية. كان هناك الأخ والأولاد العم والأب، يعني يفصلهما برميل، تفصلهما خط وهمي، صنع الاستعمار، صنع الإمامة، كسر هذا الحاجز. ما الذي حقق في هذا الاتجاه الإنساني لأبناء اليمن الواحد؟ أنا عصرت هذه الجوانب وشاهدتها تماما. فكانت الأسر مقسمة، عدد من أفراد الأسرة في عدن وعدد آخر في صنعاء، عدد من أبناء الأسرة في مارب والآخر في شبوة، نفس الشيء في حضرموت وآخر في صعدة في الجوف في صنعاء. هذه الحالات كانت صعبة وكان لها أثر نفسي كبير على كل أبناء الوطن، وما كان أحد يتصور في يوم من الأيام أن هذه البرامل سوف تنكشع وتزول.
كان الناس يتصورون بأن الانفصال وبأن هذه البرامج شبح صعب إزالته، ولكن بحمد الله وبعون الله وبفضل الجهود الطيبة والمخلصة لفخامة الأخ الرئيس والعديد من قيادة الأخوة في جنوب الوطن حينذاك والكثير من المناضلين والقيادات السياسية في الوطن تحققت هذه الوحدة، وبجهود كافة أبناء الشعب اليمني تحققت هذه الوحدة وتحقق هذا الحدث العظيم الذي نجني ثماره اليوم جميعا. اليوم عادت الأسر إلى لحمتها وعاد الوطن إلى لحمتها الحقيقية.